السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة الأخبار، أهلا بكم. أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال بنادي الجيش على احتفالية حضرها مجاهدون ومسؤولون كبار في الدولة والجيش وضيوف الجزائر من أصدقائي الثورة الجزائرية. بيان لوزارة الدفاع ذكر أن الاحتفالية تندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الجزائري التي ترمي إلى تثمين مختلف المحطات التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح الشهداء. وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأربعاء حجر الأساس لإنجاز المدينة الإعلامية الجديدة دزاير ميديا سيتي بولاد فايت بالعاصمة الجزائر في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب. المدينة الإعلامية تضم منطقة لوسائل الإعلام الوطنية الجزائرية واستوديوهات للتصوير وقرية للفنانين وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة الخدمات. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد على ضرورة نقل مقر دار الصحافة إلى هذه المدينة الإعلامية الجديدة مع تخصيص بناية للصحافة الإلكترونية. لا ميزون دو لا بريس يفو كسوا دوميسيلي هنا. احنا غلق لا ميزون دو لا بريس تاع القبة وتجي هنا. Là, il faut prévoir un espace pour la presse écrite et pour la presse électronique, privée et publique. Là, on peut prévoir un grand bâtiment pour la presse électronique où on fait 10, 15, 20, 50 titres. Que l'on a un peu de maquettes internes, un peu de tadafouk internet, un peu de tout ce qu'il faut. Et c'est écrit. Moi, je me disais, من ناحية الصحافة المكتوبة كذلك الصحافة المكتوبة لازم كل المحلات هنا يتكلوا لهم. الرئيس تبون أمر بتسريع وتيرة إنجاز هذا الصرح الإعلامي الضخم الذي يواكب أحدث المقاييس العالمية، مشددا على ضرورة تزويد مدينة الإعلام بالمرافق التي تضمن مختلف الخدمات مع استعمال الطاقات المتجددة على مستوى هذه المنشآت. احنا نتكلم على المستقبل بالأخص بالنسبة للعاصمة، تقريبا كل شيء موجود في برنامج الطاقة المتجددة، الإيكولوجيا إلى آخره، ويصبح معلم من معالم بوركوا با إن سال سينما، جراند سال سينما، بوركوا با بور لانيماسيون بور هادي بور مانيش عارف، يعني كي بو لو بلوس بو لو موان، كما يقولوا المساحة موجودة. المساحة الإجمالية 74 هكتار والمستعملات 27. كل الرست يفاكسيليري لو ريتم هذا ما كان. كما أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء على تدشين مستشفى الحروق الكبرى الأول من نوعه المتخصص في الحروق بمدينة زيرالدا غربي العاصمة الجزائر. وأطاف الرئيس تبون بمختلف مرافق هذه المؤسسة الاستشفائية التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 27 ألف متر مربع وبقدرة استيعاب تصل إلى 144 سريرا، وتم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية العالية الجودة. وأكد رئيس تبون على ضرورة التفكير في توسعة المستشفى ليصل إلى طاقة استيعابية تفوق 200 سرير، كما طالب بتفعيل نظام التوأمة حتى يقدم خدمات بمعايير دولية تمكن الجزائريين من العلاج في الجزائر دون الحاجة إلى السفر إلى خارج البلاد. المستشفى هذا لازم يكون عنده توأمة. C'est un hôpital, on autorise un jumelage avec un grand hôpital européen. عند الحاجة ممكن يجو دعم في حالة ما لا قدر الله باش نرفع هذا المستشفى إلى مستوى عالمي. ماذا بيا يعني نشتغلوا بكيفية اللي تخلينا ما نخلي حتى جزائري يروح. لازم تكون بيناتكم وبين الحماية المدنية ووزارة الداخلية ديروا اتفاقية دائمة طول السنة. عند الإشارة 12 تاع الليل، وحدة تاع الليل، ساعتين الصبح يجي الهليكوبتر يدي ولا يمشي يجيب إن شاء الله.
باش نرتقي الى خدمات دوليه. سي لا بروميير فوا في الجزائر كنا لوبيتال بيان سور افيك سيت كاباسيتي. لا بروميير فوا. وقال لي افيك 5 بلوك 5 اوبيراتوار. اون اورا بيزوان ديكستاسيون يفو يي بونسي ماتنون. جو دوموند للسيد وزير الصحه باش يديروا دراسات ونخليها. دراسات بور ليكستانسيون بور باسي ا 200 لي بور باسي ا 250 لي. الرئيس تبون اكد ايضا ان قطاع السكن اصبح مواكبا للتطور الديموغرافي في الجزائر، وذلك من خلال تسليم سكنات جديده لفئه الشباب. وقال الرئيس الجزائري خلال اشرافه على وضع حجر الاساس لانجاز مشروع 14,442 وحده سكنيه بصيغه البيع بالايجار عدل في العاصمه، وإن إنجاز السكنات أصبح جزائريا 100% بمواد بناء ويد عاملة جزائرية، وهو أمر يعتز به على حد تعبيره. اليوم السكن راه يواكب في التطور الديموغرافي تاعنا، ما كانش في العالم اللي راه يقوم برنامج مثل هذا بالنسبة للمواطنين تاعو. اليوم المواطنين أعتقد أن وصلتوا اليوم تعطوا المفاتيح المواطنين في عمرهم 25-26 سنة، بينما لما نشوف انطلاق عدل 2 في 2013 كان يعني السن معدل السن 55 سنة. اليوم نقولها ورأس مرفوع وفخور أن السكن الجزائري سكن جزائري 100%. الدولة بذلة مجهود وتزيد تبذل مجهودات أخرى حتى ننتهي من هذا المشكل تاع السكن. هذا وأحيا الشعب الجزائري الأربعاء الذكرى 61 للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. المحطة تشكل فرصة متجددة للجزائريين لاستحضار بطولات الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات جسام في سبيل الانعتاق من الاستعمار. في الذكرى 61 للاستقلال يحتفي الجزائريون بمناسبة توجت ملحمة خالدة في تاريخ كفاح الشعوب من أجل الحرية والاستقلال، ملحمة ناضل فيها الجزائريون حتى أجبروا أعتى استعمار في التاريخ الحديث على الانسحاب من الجزائر مذموما مدحورا جارا معه سجلا أسود من الإرهاب والإجرام. ذكرى الاستقلال المتوجة لثورة شكلت محطة فاصلة في تاريخ البلاد يعتز بها، وتعد متكئا في توجيه بوصلة السياسات الجزائرية في مسيرة البناء والتشييد في جزائر تبحث عن الارتقاء إلى مصاف الكبار في النماء والرخاء، كما كانت كذلك في المواقف من حيث الالتزام بالقضايا العادلة وصياغة المواقف الجزائرية على أسس القيم الثورية. ولأجل تحقيق ذلك المبتغى تسعى الجزائر بخطى ثابتة وبوتيرة تحاكي التطورات العالمية المتسارعة في مسيرة البناء، مراهنة على قدرات الجزائر الشبانية لتحقيق سيادتها الاقتصادية، وذاك ما بدا جليا من سياسات السلطات الجزائرية حتى حقق الاقتصاد قفزة في النمو ومنجزات أخرى تتجسد تواليا في البنية التحتية. وكما سمح الإرث الثوري من حيث زخمه وتجربته النضالية بانتقال الجزائر إلى المنتظم الإقليمي والدولي، فما زال وإن مرت العقود يمنح الثقل ذاته ومكانا محترما في الصراعات والنقاشات الدولية والإقليمية القائمة، ويقدم مساهمات ريادية وتقدمية. وعلى سبيل الذكر إلى الحصر ما حققته الجزائر من لم شمل للقوى الفلسطينية وظفرها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وغيرها كثيرة في مسيرة ما زالت مستمرة بمحاولات لعب دور الوساطة في حرب أوكرانيا ذات الأبعاد العالمية، مسيرة ظلت ملهمة لشعوب لا تزال تناضل من أجل حريتها، والفضل في ذلك بركة الشهداء التي لا يحوزها أي بلد. في شأن آخر، واصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأربعاء بباكو العاصمة الأدرية مشاركته على رأس الوفد الجزائري في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.
حيث كانت له لقاءات مع العديد من نظرائه المشاركين في أشغال هذا الاجتماع. وبحسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية، فقد اجتمع الوزير عطاف مع نظيره من جمهورية فنزويلا إيفان خيلبين تو، حيث ركز الطرفان على متابعة تنفيذ نتائج الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفنزويلية التي التأمت منتصف الشهر المنصرم بكاراكاس، فضلا عن التشاور حول الأوضاع الدولية الراهنة وسبل تنسيق مساعي البلدين للانضمام إلى مجموعة البريكس، وكذا حشد المزيد من الدعم لقضية الصحراء الغربية. كما التقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونغو، واستعرض معا التقدم المحرز في تجسيد نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إلى الجزائر. كما اتفق الوزيران على التعاون المشترك وتقاسم التجارب في سياق التحضير للاستحقاقات الهامة التي تستضيفها أوغندا مطلع العام المقبل، لا سيما قمة حركة عدم الانحياز وقمة دول الجنوب. ومن جانب آخر، ووفق المصدر ذاته، فقد التقى وزير الخارجية الجزائري مع نظيره وزير خارجية النيبال ناريان براكاش، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز. كما استقبل الوزير عطاف نائب وزير خارجية كوبا خيراردو بينالفير، حيث تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون والتضامن بين البلدين في مختلف المجالات على ضوء نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانال إلى الجزائر نهاية السنة الماضية، فضلا عن التحضير للقمة المقبلة لمجموعة 77 والصين التي سيتم تنظيمها بهافانا منتصف شهر سبتمبر 2023. وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز حول فلسطين، أكد الوزير الجزائري على ضرورة تنسيق الجهود ومواقف دول الحركة على مستوى مختلف المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الجزائر تجدد التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيجاد حلول للأزمات في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية. ضرورة تنسيق الجهود والمواقف للدول حركة الحركة على مستوى الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية من أجل توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومواصلة دعم القضية الفلسطينية العادلة. تجدد الجزائر التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في إيجاد الحلول اللازمة في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية لتحقيق سلام عادل وشامل واحترام القانون الدولي بعيدا عن القرارات أحادية الجانب. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن عدم إدراج الكيان الصهيوني ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال في تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح هو إخفاق للأمم المتحدة وتصريح رسمي لاستمرار الاحتلال في انتهاكاته. وأضاف منصور في كلمة ألقاها خلال مشاركته باسم دولة فلسطين في الاجتماع المفتوح بمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح إن الفلسطينيين تلقوا بخيبة أمل عميقة تقرير الأمين العام الذي تجاهل معاناة الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. في أخبارنا الأخرى، أعلنت جمعيات صحراوية وأخرى من جزر الكناري عن عقد مؤتمر رفيع المستوى الجمعة المقبلة بجزر الكناري لبحث المسائل الهامة المرتبطة بالصيد البحري في الأراضي الصحراوية المحتلة. اللقاء الأول من نوعه يأتي بالتزامن مع قرب انقضاء الأجال القانونية لاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسع بشكل غير قانوني ليشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وسيعرف هذا الحدث مشاركة شخصيات بارزة منها عبد الله العربي ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، وجيل ديفيرس محامي جبهة البوليساريو أمام الهيئات الأوروبية، ورؤساء منظمات ونقابات كنارية تعنى بقطاع الصيد البحري. وأكد المنظمون أن هذا الاجتماع يشكل مرحلة هامة
نحو تعزيز حوار مثمر بين الجانب الصحراوي والكناري على أساس الأحكام الإيجابية التي أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبي في سنة 2021 والمرتبطة بحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. قتل 15 مدنيا على الأقل في هجوم شنه إرهابيون في بلدة سورغا بولاية غناغنا شرق بوركينا فاسو حسب ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية. وقال مصدر محلي إن إرهابيين نفذوا في الصباح الباكر الهجوم الذي خلف قتلى والعشرات من الجرحى مع حرق وهدم منازل، ما أسفر عن نزوح سكان بلدة سورغا. وأكدت مصادر أمنية أن العمليات العسكرية جارية في هذه المنطقة التي كانت في الأيام الأخيرة هدفا لتوغلات الجماعات المسلحة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لشبكة CNN إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد على القوات الروسية في موعد مبكر عن وقت انطلاقه في جوان، وإنه حث الحلفاء الغربيين على تسريع إمداده بالأسلحة من أجل ذلك وفقا لتعبيره. وقال زيلينسكي إن الصعوبات في ساحة المعركة أدت إلى إبطاء وتيرة الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية الذي يهدف حسبه إلى استعادة الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية في محور دونيتسك وتدمير 6 مسيرات و3 مراكز مستودعات أسلحة وتجمعات تابعة للقوات الأوكرانية قرب أرتيوموفيسك. وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير عملية المعارك في أوكرانيا أن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية على جبهات دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزاباروجيا. وأسفرت العملية وفق وزارة الدفاع الروسية عن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وتدمير مدافع ومدرعات ومستودعات ذخيرة. قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الخميس إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروسيا. وقال لوكاشينكو خلال مؤتمر صحفي إن بريغوجين متواجد في سان بيترسبورغ وليس في بيلاروسيا على حد تعبيره. وكان قائد مجموعة فاغنر قد أعلن التمرد على السلطات الروسية في 24 جوان المنصرم وعلى السلطة الروسية قبل أن يتراجع عنه بموجب اتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروسيا. إن بريغوجين موجود الآن في سان بيترسبورغ أو ربما انتقل إلى موسكو، إنه ليس على أراضي بيلاروسيا. إن مسألة انتقال وحدات فاغنر إلى بيلاروسيا لم يتم حلها وستعتمد على قرارات روسيا وفاغنر. إذا احتجنا إلى استخدام فاغنر للدفاع عن دولتنا إذا كانوا هنا فسيتم ذلك للحظات في أي اتجاه، ستكون خبرتهم مطلوبة في بيلاروسيا. والآن أخبار الرياضة بعد الفاصل. أبهرت الجزائر من خلال حفل افتتاح النسخة 15 من دورة الألعاب الرياضية العربية المتزامن مع الذكرى 61 لاستقلال الجزائر بلوحات فنية ذات أبعاد تاريخية ثقافية ورياضية تبرز دور الجزائر المحوري في توحيد الشعوب العربية. بملعب 5 جوليا الأولمبية كان حفل افتتاح الدورة العربية في نسختها 15 والتي حملت عنوان في الصميم، وهو الذي كان في قمة الحدث العربي الرياضي الذي تحتضنه الجزائر والتي تواصل إبهار الجميع في مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى التي باتت تنظمها. حفل تزامن مع الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب أكدت الجزائر من خلاله أنها أصبحت تتحكم في زمام التنظيم بشكل محترف.
على مدار ساعتين كاملتين أعادت الجزائر رسم تاريخ الحضارة العربية وأبرزت الموروث المادي والفني الجزائري مع سرد الجانب التاريخي باختيار شخصيات جسدت الحقبة الزمنية التي ميزت الجزائر بطريقة حديثة وبوسائل تكنولوجية متطورة بمشاركة الفنانين الجزائريين. الحدث الرياضي العربي الأبرز عرف حضوراً رسمياً للشخصيات الرياضية والسياسية التي تقدمها الوزير الأول للحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن ووزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو في ذات الوقت رئيس اللجنة الأولمبية العربية، وأيضاً هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية ممثلة للأمين العام للجامعة. حضور جماهيري غفير أبى إلى أن يكون العنصر الفعال في معادلة إنجاح العرس العربي الذي تحول إلى حدث رياضي عالمي نظراً للإمكانيات التي سخرت له من طرف السلطات الجزائرية. هذا وأثنت وفود المنتخبات العربية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية العربية على روعة المنشآت الرياضية والفندقية التي تتوفر عليها مدينة قسنطينة والتي بإمكانها احتضان كبرى التظاهرات الرياضية الدولية. هي واحدة من بين المدن الجزائرية التي صنعت الاستثناء طيلة المحافل الرياضية التي كانت الجزائر مسرحاً لها. أم الحواضر وعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة استعدت لأولمبياد العرب لما لها من خبرة تؤهلها لاحتضان هذا النوع من الألعاب، سواء من الجانب اللوجستيكي أو الهياكل الرياضية، خاصة وأنه سبق لها وأن احتضنت جزءا من منافسة الشان والكان لأقل من 17 سنة، ما سيسمح لها بأن تكون في المستوى المطلوب. والله من خلال اللي شفناه في الملاعب التمارين ولاعب المباريات صراحة شيء فوق الخيال، شيء صراحة جدا جدا رائع، من ملاعب وبنية تحتية على مستوى عالي، من ناحية أرضية الملاعب، من ناحية المنشأة الرياضية على مستوى عالي، كل متطلباتنا في اللي نحتاجها في سواء في الميدان أو خارج الميدان كلها كانت متواجدة بكل احترافية للأمانة. المرافق الرياضية التي تعززت بها الجزائر على اختلاف تخصصاتها مكسب يمكنها من احتضان كبرى التظاهرات الرياضية. صراحة الجزائر عندها الإمكانيات وعندها الكوادر اللي قادرة أنها تستضيف الفعاليات الرياضية بكافة الألعاب، وبصراحة المرافق الموجودة من ناحية مثلا خلينا نحكي الفنادق، الملاعب التدريبية، الملاعب اللي عليها الألعاب الرسمية فيها كافة الاحتياجات، والمنشآت إنها قادرة تستقبل أي حدث رياضي كبير. المجهودات الجبارة التي تبذلها الجزائر حكومة وشعبا من أجل إنجاح الحدث الرياضي العربي هو امتداد لنجاحات الجزائر الدولية والإقليمية على اختلاف مجالاتها، وجاء ذلك ليؤكد مرة أخرى عودة الجزائر القوية على الساحة الرياضية الدولية لتنظيم كبرى المنافسات الرياضية. ومن مدينة الجسور المعلقة شرق الجزائر ينضم إلينا موفد قناة الجزائر الدولية مصطفى بغرارة. مصطفى، المنافسات انطلقت بقسنطينة، ما هي الانطباعات التي لمستها لدى الوفود المشاركة وما هي الرياضات التي تحتضنها الولاية؟ مرحبا أحمد. صحيح، هنا في مدينة الجسر المعلقة بدأت البطولة العربية أو أولمبياد العرب في صورة تليق بالجزائر تنظيميا وجماهيريا، وهذا بشهادة كل رؤساء الوفود التي أثنت على دور الدولة الجزائرية في لم شمل العرب من خلال هذه البطولة التي أعطتها الجزائر روحا جديدة بعد غياب دام أكثر من 12 سنة. اليوم تجدد الموعد هنا في الجزائر بمناسبة الخامس جويليا هنا في قسنطينة، تحتضن منافستين، منافسة كرة القدم ومنافسة الشطرنج. منافسة كرة القدم كانت قد بدأت قبل ثلاث أيام يوم الثاني من جويليا، البارحة كانت الجولة الثانية لحساب المجموعات الثانية حيث انتهت المباراة الأولى بين منتخب الفدائيين والمنتخب السوري بتعادل السلبي، فيما كانت المباراة الثانية بين المنتخب السعودي والمنتخب الموريتاني
أيضا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. البارحة مساء كان الموعد مع الوفود، وفود المنتخبات التي ستشارك في منافسة الشطرنج، المنتخب العراقي، فلسطين، الأردن، سوريا، ليبيا، الصومال وموريتانيا، وكلهم هنا في قسنطينة. تحدثنا معهم حول ظروف الإقامة، كلهم أثنوا حتى على الهياكل القاعدية الرياضية التي أصبحت تزخر بها الجزائر وقسنطينة بالتحديد. شكرا لك كل شيء مصطفى. يبشر بأن الجزائر أصبحت لها تقاليد في مصطفى. هذه التظاهرات. نكتفي بهذا القدر مصطفى، موفد قناة الجزائر الدولية. شكرا مصطفى أحمد. بوغرارة، شكرا لك، كنت معنا من ولاية قسنطينة شرقي الجزائر. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.